صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في صفحة جديدة من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع ابتدائي، وعلى بركة الله سنبدأ. لنفهم ونطبق، نلاحظ الجدول الذي يبين قياس أطوال بعض الأنهار المغربية، ثم نكمل رسم المخطط بالأعمدة. هنا أنهار المغربية وهنا أطوالها. هنا السبو طوله 614 كيلومتر، درعا 1100 كيلومتر، أم الرابع 550 كيلومتر، ملوية 600 كيلومتر، واتكير 433 كيلومتر، أبو رقراق 240 كيلومتر. سنكمل رسم المخطط بالأعمدة. هنا أبو رقراق كم في 240، هنا 200، يعني سيأتي في هذا المكان هنا. ثم واتكي فيه 433، هنا 400، سنزيد قليلا، سيأتي في إلى هنا، في أم الرابع كان فيه 550، يعني هنا 550، يعني في وسط. بقي لنا سابو كان في 614، يعني 600 هنا 14، نحدد أطول نهر في نظركم. عند ملاحظتكم للتمثيل المبياني، أين هو أطول نهر؟ نعم، إنه هو هذا، أطول نهر هو درعا، يعني أطول نهر هو درعا. وأقصر نهر من خلال تمثيل مبياني، نعم، إنه أبو رقراق وفيه 240 كيلومتر، 200 أبو رقراق طوله 240 كيلومتر. الأنهار التي يتجاوز قياس طولها 500 كيلومتر، سنرى في هذا الجدول ما هي الأنهار التي يتجاوز قياس طولها 500 كيلومتر. سنرى هنا سابو، نعم سابو يتجاوز 500 كيلومتر. سنرى درعا، نعم 1000 درعا. أم الرابع، نعم في 550 كيلومتر، أم الرابع، نهر أم الرابع. ملوية أيضا، وهنا واتكير 433، وهنا أبو رقراق 240 كيلومتر، يعني هما أصغر من 500. سننتقل إلى الحصة الثانية لنطبق. الجدول يبين علو بعض الأبراج الكبرى في العالم، ألاحظوا ثم أكمل رسم المخطط بالأعمدة. سنرى هنا البرج إيفيل، شانغهاي، محمد بن راشد، يعني الساعة. هنا إيفيل البلد هو فرنسا، علوه 300 متر. شانغهاي هو البلد الصين، علوه 632 متر. محمد بن راشد أبوظبي، علوه 681 متر. والساعة مكة المكرمة 601 متر. هنا سنكمل الرسم. هنا أول برج، هنا إيفيل، كم يبلغ إيفيل؟ هو 300 متر، يعني هنا سيأتي هنا. شانغهاي 632، هنا 6، يعني سنقف هنا. محمد بن راشد 381، هنا 381، يعني سيأتي هنا 381. بقيت لنا الساعة، برج الساعة 601، يعني سيأتي هنا تقريبا. أحدد أعلى برج وأقصر برج. سنرى أعلى برج، إنه نعم برج شانغهاي، وعلوه 632 مترا. أقصر برج إنه
برج إيفيل وعلوه 300 متر. برج إيفيل. الأبراج التي يتعدى قياس علوها 26 مترا سنرى هنا. نعم إنه شانغاي. فقط هناك شانغاي فقط. الأبراج التي يقل قياس علوها عن 600 متر سنرى هنا. نعم هناك برج إيفيل وأيضا سنرى. نعم هناك محمد بن راشد. برج محمد بن راشد. سننتقل إلى الصفحة الموالية والسؤال يقول لو تابلون سويفون بريزونت لي زيكيبمون اي لي بريستاسيون بريزونتي بار دي زوتيل توريستيك. يعني هذا الجدول يقدم لنا فنادق سياحية تقدم خدمات. جو بريسيز لوتيل كي بريزونت، يعني سأحدد الفندق الذي يقدم لو بلو دو بريستاسيون، يعني يقدم أكثر الخدمات. سنرى في هذه الفنادق هناك أوتيل أنور، أطلس، لونور، توليب. ما هو الفندق الذي يقدم أكثر الخدمات؟ نعم إنه أنور. لو بلو دو بريستاسيون سي لوتيل دو أنور. أنور. لو موان دو بريستاسيون، يعني لوتيل، يعني الفندق الذي يقدم أقل الخدمات في نظركم أين هو؟ وي سي لوتيل أطلس. لو موان دو بريستاسيون سي لوتيل دو أطلس. أطلس. 4 بريستاسيون، يعني الفندق الذي يقدم 4 خدمات. هل هنا فندق يقدم 4 خدمات؟ لا، هذا الفندق يقدم 5 خدمات، أما الباقي كلها في خدمات، يعني تتراوح بين 1 خدمات و 3. يعني أوكان أوتيل، يعني أن نكتب أوكان أوتيل. موان دو 4 بريستاسيون، يعني أقل من 4 خدمات. نعم أين الفندق الذي يقدم أقل الخدمات؟ وي سي لي سي أطلس. أطلس هو الذي يقدم أكثر أقل خدمات، يعني أطلس. بلو دو 4 بريستاسيون، يعني أكثر من 4 خدمات. أين يوجد هذا الفندق من بين هذه الفنادق؟ نعم إنه فندق أنور، يقدم 5 خدمات. سننتقل إلى السؤال 3. يبين رسم عدد الخرفان التي باعها مربي ماشية من البروج بين سنتي 2014 و2018. أكمل ملء الجدول انطلاقا من الرسم المبياني. هذا هو الجدول وهذا رسم مبياني. سنحدد هنا 2014. نعم سنأخذ المسطرة لكي نرى بدقة. نعم 2014 عدد الخرفان التي باعها هي 55. سنكتب هنا 55. العدد هو 40 خرفان. سنرى كم أين تلك السنة التي باع فيها 40. نعم هنا 2015. هنا سنكتب 2015. 2017 كم باع من الخرفان؟ باع 45. نعم 45 في 2017. بقيت لنا سنة 2016 و2018. سنكتب هنا 2018. 2018 وهنا 2016. سنحدد الخرفان، كم عدد الخرفان التي باعها المربي؟ في 2018 باع 60 خروفا، 60. وفي 2016 باع 70 خروفا. سنكتب 70 خروفا. في أي سنة باع مربي الماشية أكبر عدد من الخرفان؟ في أي سنة؟ سنرى هنا. نعم في سنة 2016 باع كم؟ باع 70 خروفا في 2016. أصغر عدد الخرفان متى؟ في أي سنة؟ سنرى هنا 60، 45، 70، 54، يعني في 2015. سننتقل إلى السؤال الأخير ويقول يبين الجدول التالي عدد سكان بعض مدن المغربية حسب إحصاء 2014. ألاحظ ثم أكمل التمثيل المبياني.
سنلاحظ الجدوى ثم سنكمل هذا التمثيل المبياني. هنا خريبكا 196,196، يعني هنا قاموا برسمها. الجديدة 194,934، سنقوم بتمثيله في هذا المبيان. سنرى يعني لم يتجاوز 200,000، سنرسمه هنا يعني كم أقل من هذا بقليل. نعم، بني ملال سنرى 192,676، سنرى أقل بقليل من الجديدة. بقيت لنا المحمدية 208,612، هو أكبر عدد السكان، سنزيد فيه قليلا قبل وصولنا إلى 300,000. أحدد أكثر هذه المدن سكانا، يعني أحدد بين هذه المدن أكثر سكانا. نعم، في نظركم أين هي هذه المدينة التي لها أكثر عدد السكان؟ نعم، إنها المحمدية. محمدية عدد سكانها 208,612. أقل هذه المدن سكانا، يعني أقل هذه المدن سكانا أين هي؟ نعم، إنها بني ملال، وعدد سكانها 192,676. بني ملال المدينة التي يقطنها أكثر من 200,000 نسمة. سنبحث هنا ما هي المدينة التي يقطنها أكثر من 200,000 نسمة. نعم، إنها المحمدية. المحمدية لأن عدد سكانها 208,612، وهذه أكبر من هذه. المدينتين اللتين يقطنوهما أقل من 195,000 نسمة، أقل من هذا العدد، أين تلك المدينتين؟ نعم، نجد هنا بني ملال وأيضا الجديدة. نعم، بني ملال والجديدة. ننتقل إلى صفحة 22، والسؤال الخامس يقول: يبين الجدول طول الطفل ياسر وقامته بين الثانية والخامسة من عمره. هذا هو الجدول. أكملوا تمثيل البيانات على المبيانين. سنرى الجدول لكي نكمل هذين المبيانين. سنرى الطول بالسنتيمتر والسن بالسنوات. طول ياسر عندما كان عمره سنتين كان طوله 85 سنتيمتر. سنرى 85 سنتيمتر هنا، هنا كان عمره 2 سنوات، سنرى كم؟ 85، يعني هنا كم كان طوله عندما كان في السنة الثالثة؟ كان 95. سنرى 95 يعني 80 85 90، هنا 95. السنة الرابعة كان طوله 102، سنرى 102 هنا 80 90 90، يعني هنا سيأتي تقريبا هنا. وفي السنة الخامسة كان 108 سنتيمتر، يعني سنزيد قليلا هنا. سنرى الآن الكتلة. كان عمره 2 سنوات، كانت كتلته 12 كيلوغرام، سنرى 12، نعم هنا. وعندما كان عمره 3 سنوات كانت كتلته 14 كيلوغرام، 12 13 14. وعندما كان عمره 4 سنوات كانت كتلته 16 كيلوغرام، سنرى 16 هنا، نعم. وعندما كان عمره 5 سنوات كانت كتلته 18 كيلوغرام، 16 17 18. أحدد طول ياسر في سنته الثالثة. كم كان طوله في سنة الثالثة؟ نعم، كان 95 سنتيمتر، سنكتب 95 سنتيمتر. سنته الثانية، سنته الثانية كم كان طوله؟ كان لديه 85 سنتيمتر، نعم 85 سنتيمتر. وسنته الخامسة كم كان طوله؟
هنا سنته الخامس سنرى خمسة، نعم كان طوله، نعم كان 108 سنتيمتر، 108 سنتيمتر. بكم كيلوغرام ازدادت كتلة ياسر بين الثالثة والرابعة؟ سنرى سنته الثالثة هنا في الكتلة، كان عمره 3 سنوات، وكان يزن هنا 14 سنة، وفي السنة الرابعة كان يزن 16. كم ازداد من كيلو؟ نعم 2 كيلوغرام. إذا نقصنا هذا من هذا ستصبح 2 كيلوغرام، إذا زدنا 2 زائد 14 ستصبح 16 كيلوغرام، يعني ازداد 2 كيلوغرام. وبين الرابعة والخامسة، سنرى الرابعة والخامسة كانت كتلته 16، وأصبح في سنه في سكين عندما كان سنه 5 سنين أصبحت 18 كيلوغرام. بكم كيلو ازداد؟ نعم ازداد ب2. إذا نقص طرحنا 18 ناقص 16 ستعطينا 2، وإذا زدنا 2 زائد 16 ستصبح 18، يعني ازداد ب2 كيلوغرام. سنكتب هنا 2 كيلوغرام. السؤال السادس يقول: يبين جدول علو بعض الجبال المغربية وسمك الثلج الذي غطاها في فصل الشتاء لسنة 2018. هذا هو الجدول، يبين أسماء الجبال وقياس علوهم وقياس سمك الثلج بالسنتيمتر. هنا اسم جبل إيغي المدقون، قياس علوه بالمتر هو 4071 متر، تبقال 4167 متر، والعياشي 3757 متر. قياس سمك الثلج بالسنتيمتر 105 سنتيمتر بالنسبة لجبل إيغي المدقون، و100 سنتيمتر بالنسبة لجبل تبقال. أما العياشي فكان سمك الثلج هو 90 سنتيمتر. أكمل الرسمين المبيانين تلاقا من الجدول ثم أحدد. سنكمل هذا الرسمين المبيانين من خلال الجدول. سنرى هنا علو الجبل بالمتر، وهنا سمك الثلج. سنبدأ بعلو الجبل. هنا قياس العلو بالمتر بالنسبة لإيغي المدقون، سنرى هنا كم علوه هو 4071، يعني هنا سنكتب أولا اسم، سنكتب هنا إيغيل مدقون. كم طوله هو 4071، سنأتي إلى هنا 4000، سنزيد قليلا هنا، يعني سيأتي هنا. سنرى اسم جبل الثاني هو جبل تبقال 4167 متر. سنرى هنا جبل تبقال، سنكتب جبل تبقال كم طوله هو 4167، يعني سيأتي تقريبا هنا. سنرى الجبل الآخر هو جبل العياشي، طوله 3757، سنكتب هنا جبل العياشي طوله هو 3000، هنا 3 يعني سيأتي هنا 3757. أما المبيان الثاني هو سمك الثلج بالسنتيمتر واسم الجبل. هنا أول اسم جبل هو إيغي المدقون، سنكتب إيغي المدقون. كم سمكه هو 105 سنتيمتر. سنرى 100 هنا 100، يعني هنا 105 سنتيمتر. اسم جبل الثاني هو تبقال، سمكه هو 100 سنتيمتر، يعني سيأتي هنا. الجبل الأخير هو العياشي، سمكه هو 90 سنتيمتر، يعني سيأتي هنا، وسنكتب اسمه العياشي. أعلى جبل، ما هو أعلى جبل هنا؟ يعني علو الجبل أكبر هنا، نعم إنه جبل تبقال 4167، يعني جبل تبقال. الجبال التي يتعدى قياس علوها 4000 متر، ما هي الجبال التي يتعدى علوها 4000 متر، يعني أكبر من هذا العدد؟ سنرى هنا، نعم إنه جبل إيغي المدقون وتبقال. إيغي المدقون وتبقال.
الجبل الذي غطته أكبر كمية من الثلج سنرى هنا. نعم هنا إيغن كل 105 سنتيمتر، هنا تبقى 100، وهنا العليا شي 90. يعني أكبر جبل الذي غطته أكبر كمية من الثلج هو إيغين كون، سنكتب هنا إيغين كون. الجبال التي قل سمك الثلج فيها عن، يعني قل فيها عن، يعني قل فيها هو يعني هنا الجبل هو العياشي بتسعين سنتيمتر، سنكتب العياشي. انتقل إلى صفحة تقويم وتوليف التعلمات، يعني تقويم ودعم. السؤال الأول يقول: ألاحظ ثم أحدد منزلة الرقم الأخضر وعدد العشرات في الأعداد. هنا منزلة رقم 3، هنا دائما سنأتي من اليمين، هنا الوحدات، هنا العشرات، هنا المئات، هنا الآلاف. يعني 3 يمثل رقم 3، يمثل هنا رقم العشرات، سنكتب العشرات. هنا عدد العشرات في الأعداد، دائما سنبدأ من العشرة ثم نكتب الأعداد التي بعدها. يعني هنا 3، سأكتب 3 ثم سأكمل بستة وخمسة. هنا نفس الشيء، وحدات، العشرات، المئات، الآلاف. يعني هنا الرقم الأخضر هنا 6، هو 6 يمثل هنا الآلاف. وعدد العشرات في الأعداد، هنا عدد العشرات في الأعداد سنرى هنا وحدات، العشرات، المئات، الآلاف. يعني هو تقول هنا، يقول السؤال هنا عدد العشرات، يعني سنبدأ هنا العشرات، يعني 7 8 6، سأكتب 7 8 6. ماذا يمثل هنا رقم بالأخضر أيضا؟ هنا الوحدات يمثل 9 الوحدات، سنكتب الوحدات. هنا عدد العشرات في الأعداد، يعني سنبدأ من العشرات إلى فوق. هنا الوحدات، العشرات، المئات، الآلاف، يعني سأبدأ من العشرات، هنا الصفر، يعني سأكتب الصفر واثنان وأربعة. 65، ماذا يمثل هذا العدد الأخضر أو هذا الرقم الأخضر؟ نعم يمثل العشرات، لأن 5 و1 هنا عشرات، يمثل العشرات. وعدد العشرات في هذا العدد هو هنا 5 و1، يعني سأبدأ من العشرة، يعني 6 فقط. أكتب الأعداد المطلوبة باستعمال الأرقام التي تحملها زينب. هنا زينب تحمل 2 3 5 7، أكبر عدد من 4 أرقام. دائما سأبدأ، إذا كنت سأبحث عن أكبر رقم سأبحث من بين هذه الأعداد على أكبر رقم. أين أكبر؟ يعني من الأكبر إلى الأصغر. أكبر رقم في هذه الأعداد، نعم هو 7، سأبدأ ب7. ثم ماذا سيلي؟ 5، نعم. ثم ماذا؟ ثم 3، نعم. ثم أخيرا 2، يعني من الأكبر إلى الأصغر. حصلنا على أكبر عدد هو 7532. أصغر عدد من 4 أرقام، سأرتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. يعني أصغر عدد هنا هو 2، نعم، ويلي 3، نعم، ثم 5، ثم 7. أصغر عدد هو 2357. عددا محصورا بين 700 و750، يعني بين هذه الأعداد سنحصل على عدد مكون من 3 أرقام، ولكن يجب أن يكون أكبر من 700 ولا أصغر منه، ومن هنا يجب أن يكون أيضا أكبر من هذا العدد. يعني سنكتب 700 مثلا، 745. السؤال الثالث يقول: جيفيكتي لي زوبيراسيون سويفون، سنقوم بإنجاز هذه العمليات، هنا عملية الجمع والطرح والجداء. سنقوم بأول عملية، 7654 زائد، دائما الوحدات تحت الوحدات، زائد 5467. 4 زائد 7 كم تساوي؟ نعم تساوي 11. أكتب 1 وأحتفظ ب1. 6 زائد 5 زائد احتفاظ 12، و2 أحتفظ ب1. 6 زائد 4 كم تساوي؟ 10 زائد 1 هي 11 زائد احتفاظ. 7 زائد 5 12 زائد 1 13. 8764 ناقص 5750
457. دائما الطرح العدد الأول أكبر، العدد الأول الذي هو أكبر ناقص العدد الثاني. 4 ناقص 7 لا تمكن، أضع واحد وأحتفظ بواحد هنا. 14 ناقص 7 كم تساوي؟ نعم تساوي 7. 6 ناقص 6 تساوي 0. 7 ناقص 4 تساوي 3. 8 ناقص 5 تساوي 3. 452 ضرب 8 كم تساوي؟ دائما عليكم أن تحفظوا الجداء لأنه مهم جدا، دائما احفظوا رقما يعني في كل مرة. 8 في 2 تساوي 16، أكتب 6 وأحتفظ بواحد. 8 في 5 40 زائد 1 41، أكتب 1 وأحتفظ بـ4. 8 في 4 كم تساوي؟ 32 زائد 4 تساوي 36. أما السؤال الرابع يقول أنجز العملية التالية، هنا الجمع الطرح والجداء. 1509 زائد 87. 9 زائد 7 كم تساوي؟ 16، أكتب 6 وأحتفظ بـ1. 8 زائد 1 تساوي 9. 5 1. هنا 1200 ناقص 99. 0 ناقص 9 لا تمكن، أضع صفر، أضع هنا 1 وأحتفظ بـ1 هنا. 10 ناقص 9 كم تساوي؟ تساوي 1. هنا 0 ناقص 10 تمكن، أضع هنا 10 ناقص 10 0 زائد احتفاظ هنا 2 ناقص 1 1 هنا 1. حصلنا على 1101. آخر عملية 129 في 8. 9 في 8 72، أكتب 2 وأحتفظ بـ7. 8 في 2 16. 17 18 19 20 21 22 23 3 واحتفظ بـ2. 8 في 1 8 زائد 12. أما السؤال الخامس يقول أنشئ مستطيلا أبي سيدني، علما أن أبي يساوي 5 سنتيمتر وأدي يساوي 3 سنتيمتر. كما تعلمون أن المستطيل لديهم عرض وطول، يعني هذا سيكون العرض وهذا سيكون الطول. سنقوم برسم هذا المستطيل. هنا في الطول سيكون في 5 سنتيمتر. سنرسم أول الطول في 5 سنتيمتر، ثم سنأخذ المثلث لكي نرسم العرض، يعني أن يكون كما تعلمون أن للمستطيل 4 زوايا قائمة. سنرى كم فيه في العرض، هنا يجب أن يكون فيه 3، سيخرج قليلا عن هذا الإطار، ولكن لا بأس، المهم سنرسم فيه 3 سنتيمتر. الآن سنأخذ أيضا المثلث لكي نرسم الطول الآخر. لن يكون فيه 5 سنتيمتر أيضا. 5 سنتيمتر. سنرى هنا في 5 سنتيمتر. نعم الآن سنقوم بربط الأضلاع. هكذا حصلنا على مستطيل A B C D. هنا يساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا. هنا فيه 3 سنتيمتر، وهنا في الطول هناك في الطول فيه 5 سنتيمتر. أما السؤال السادس يقول je construis un carré dont la mesure de son côté est 4 cm، يعني سنرسم مربع وكأن كاري، يعني طول أحد أضلاعه 4 سنتيمتر، يعني كل أضلاع مربع هي متقيسة، يعني سنرسم مربع أضلاعه كلها 4 سنتيمتر. سنأخذ المثلث، سنرسم أول ضلع
كما تعلمون أن المربع لديه 4 زوايا قائمة، سنرسم هذا الطرف والطرف الآخر ثم سنقيسهم. سأتي بمسطرة، خذ المسطرة، ترى في 4 سنتيمتر، هنا 4 سنتيمتر. سأخذ البركة لكي أقيس، كي أحصل على أضلاعين متقايسة، كلها 4 أضلاع متقايسة. سيخرج عن الإطار، لا بأس، سنرى هل يجب أن نزيد فيه. حصلنا على مربع أضلاعه كلها متقايسة. كلها متقايسة. هذا يقيس، هذا يقيس، هذا يقيس، هذا يقيس 4 سنتيمتر. صفحة 24، والسؤال 7 يقول: أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر، أكبر أو يساوي. هنا لدينا 53998، وهنا 501002، يعني أي العدد أكبر؟ هذا أكبر وهذا أصغر، يعني هذا أصغر من هذا، الرمز أصغر هكذا. هنا 440701، وهنا 439985، يعني هذا أكبر من هذا، سنكتبه أكبر. هنا 9897، وهنا 10000، طبعا هذا أصغر من هذا. هنا 100000، وهنا 198975، طبعا هذا العدد أكبر، هذا في 1 2 3 4 5 6، هنا 1 2 3 4 5، يعني هذا أكبر من هذا. أما السؤال 8، جاندك أفيك إكس لا فواتور لا بلو شيغي أفيك أو سي لا موان شير، يعني بين هذه السيارات سنضع اكس على السيارة التي ثمنها مرتفع وعلى او التي ثمنها منخفض. هنا 202200 درهم، هنا 200999 درهم، هنا 220020 درهم. في نظركم اين هي التي هنا اصغر والتي ثمنها رخيص وثمنها مرتفع؟ بالطبع التي لها ثمن مرتفع هي هذه، لأنها 220020 درهم، سنضع هنا إكس، والتي ثمنها رخيص بالطبع هذه هي 200999 درهم، سنضع فيها أو كبيرة. أما السؤال 9 يقول: يشير الرسم المبياني إلى النقط التي سجلها 4 تلاميذ شاركوا في مسابقة ثقافية. تحتل شهد الرتبة الأولى وتحتل ولاء الرتبة الثالثة. أكمل الرسم المبياني بإضافة عمود يمثل عدد النقاط التي حصلت عليها ولاء. سنرى في هذا الرسم المبياني هنا النقاط المسجلة وهنا أسماء التلاميذ. النقاط المسجلة هنا: أمينة حصلت على 85، محمد حصل 75، شاد حصلت، هي التي حصلت على الرتبة الأولى، حصلت على 90، والرتبة الثالثة ستكون لولاء، يعني أمينة ستكون الرتبة الثانية، ولاء ستكون الرتبة الثالثة، يعني إذا كانت أمينة حصلت على 85، يعني ولاء ستحصل على 80 لأنها في الرتبة الثالثة. سنضع العمود هنا، يعني الشاهد هي حصلت على 90، أمينة 85، ولاء 80، ومحمد 75. أما السؤال 10 يقول: الطاقة الاستيعابية لملعب كرة القدم هي 9500 مقعد، تم بيع 2500 تذكرة، لمعرفة عدد المقاعد الشاغرة ما العملية التي سأقوم بها؟ أنجز العملية في دفتري. هنا يعني الطاقة الاستيعابية لهذا الملعب هي 9500 مقعد، ولكن تم بيع 2500 تذكرة. الآن ما هي العملية التي سنقوم بها؟ هي عملية الجداء أم الطرح أم الجمع؟ بالطبع ليست عملية الجداء، لأن ليس هنا تكرار لأشياء يعني بالنسبة لهذه المسألة،
وليس الجمع، ليس هنا شيء نجمعه، يعني بقيت لنا مسألة الطرح، يعني سنقوم بطرح العددين لكي نعرف كم بقي من المقاعد الشاغرة. يعني نقول 9500 ناقص 2500، سنرى 0 ناقص 0، 0 ناقص 0، 5 ناقص 5 0، 9 ناقص 2 هي 7، يعني بقي 7000 مقعد. يعني سنقوم بوضع علامة هنا. ال11 يقول جوبسيرف جو كونت جو كومبليت لو رومبليساج دي بول، يعني سأقوم بإتمام هذه الفقاعات. سنرى الآن هنا 0، هنا 75، يعني دائما سنجد هنا عددا 0 في 0 يساوي 0، 0 زائد 75 كم تساوي؟ تساوي 75، 75 ناقص 25 كم تساوي؟ تساوي 50، 50 في 1 تساوي ماذا؟ تساوي 50. حصلنا على الأعداد. الآن سؤال 12 يقول يوضح الرسم المبياني التالي عدد التلاميذ الذين يفضلون كل نوع من الزهور، أي زهرة اختارها أقل عدد من التلاميذ؟ سنرى هنا الزهور نوع أزهر هنا، وهنا عدد التلاميذ. سنرى أي زهرة اختارها أقل عدد من التلاميذ، هنا أقل، نعم هنا يعني النرجس، زهرة النرجس. ما الزهور التي يفضلها الأطفال أكثر من الأقحوان؟ يعني هنا الأقحوان، يعني سنرى الأزهار التي هي أكثر من الأقحوان. هنا لدينا السوسن، زهرة السوسن، السوسن نعم، وهنا أيضا زهرة التوليب، توليب، وهناك أيضا زهرة الورد. كم مجموع تلاميذ هذا القسم؟ سنرى هنا عدد التلاميذ هو 10، يعني 10. الحمد لله انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.